حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن آخر تطورات ومستجدات العدوان على غزة وتطورات عملية طوفان الأقصى واستراتيجية المقاومة. والحديث عن تفاصيل هذه التغطية نرحب سوية بضيوفنا الكرام من بغداد المحلل السياسي السيد رياض اللحالي. أهلا بكم سيد رياض، وأيضا الترحيب برئيس مؤسسة الأجيال الثقافة والإعلام السيد منهل المرشدي، ينضمنا مباشرة عبر سكايب من بروكسل. وبعد قليل أيضا سيكون معنا الكاتب والصحفي السيد عبد الرحمن الهنومي عبر الهاتف من اليمن. أبدأ معك سيد رياض، واستراتيجية المقاومة والعدوان على غزة وحتى الآن منذ انطلاق العمل البري شبه المعلن من قبل الكيان الصهيوني، حتى الآن وصل عدد الشهداء في غزة أكثر من 8500. إلى متى سيبقى الغرب صامت عن هذه المجازر التي ترتكب هناك؟ يعني أعتقد عملية طوفان الأقصى كانت عملية نوعية كبيرة تحسب لفصائل المقاومة باعتبار استخدمت بها الطائرات المسيرة والصواريخ، وايضا في العجلات باختراق يعني في عمليه بريه للمستوطنات غلاف غزه، وبالتالي اعتقد تم اسر قيادات من الجيش الصهيوني لدى حماس، وبالتالي اعتقد هذا التحول النوعي في فصائل المقاومه، بالتالي استراتيجيه جديده اتبعت اسلوب المباغته، وحتى كان غافل العدو وخاصه المخابرات واستخبارات العسكريه لم تكن اداها بالمستوى المطلوب، لذلك كل هذه الامور جعلت العدو يعني يرتكب حماقات بضرب الأماكن السكنية الآمنة بعيدا عن المواجهة الحقيقية مع فصائل المقاومة في غزة، وبالتالي أعتقد هذا الدمار الذي نشاهده والذي احترف الكيان الصهيوني أنه وصل حجم الدمار في غزة إلى تقريبا 50% أو 40% حسب ما صرحوا كثير من قيادات الصهيونية بهذا الأمر، هذا يؤكد أن الكيان الصهيوني يرتكب هذه الحماقات وهذه المجازر الدموية بحق المدنيين محاولة الضغط على فصائل المقاومة. الآن فصائل المقاومة نلاحظ هنالك استمرار، يعني الضغط على فصائل المقاومة، لكن الناس المدنيين اللي ما رافعين سلاح، نساء كبار سن، عدد كبير جدا من الأطفال يسقطون في هذه المواجهة، في هذا القصف، هذه الجرائم الصهيونية. مخيم جباليا يعني ضحاياه بالمئات سيد رياض، استهدف بست قنابل تزن كل قنبلة من عدهن ما يقارب الطن. طيب يعني هذا التوسع، هذا الإغال باستخدام هذه القنابل وهذا السلاح المحرم دوليا إضافة إلى الفسفور، يعني هل تريد إسرائيل إبادة جماعية لغزة فعلا؟ نعم نعم بكل تأكيد هذه تعتبر إبادة جماعية. يعني لو قارنا ما ضربته إسرائيل أو الكيان الصهيوني على غزة يعني ربما يعادل قنبلة هيروشيما، يعني تقريبا حسب تقديرات يعني تشير أنه تقريبا استخدم ما يعادل 13,000 طن، يعني ما يقدر تقريبا مقارب لقنبلة هيروشيما، وبالتالي أعتقد هنالك صمت دولي. لاحظنا الولايات المتحدة الأمريكية هنالك دعم لوجستي للكيان الصهيوني، وهنالك أيضا حتى دخول أسلحة وربما مستشارين وربما حتى طائرات أمريكية تضرب غزة، وبالتالي أعتقد هذا كله ما معناه هنالك صمت غربي أيضا أوروبي تجاه كل هذه المجازر. هم ينادون بحقوق الإنسان، ونلاحظ الكيان الصهيوني يرتكب مجازر دموية ربما يندى لها جبين الإنسانية ولا يحركون ساكنا، وبالتالي أعتقد هذا الصمت الدولي مع صمت عربي ربما من أغلب الدول المطبعة هذا يجعل الكيان الصهيوني يتمادى بارتكاب الحماقات، يرتكب المجازر الدموية بحق الأطفال وبحق النساء بحق الناس الآمنين، وبالتالي أعتقد يجب أن تكون هنالك عملية ردع نوعية. الآن ربما هنالك تغير اليوم في محور المقاومة بالعموم، يعني لاحظنا هنالك ضربات في الصواريخ البالستية من قبل أنصار الله في اليمن، وبالتالي أعتقد هذا ربما سيعيد كل حسابات الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لا يمكن ردعه إلا بالقوة. لاحظنا هنالك مجتمع دولي صامت على ما يرتكبه هذا الكيان بحق الناس الآمنين، بحق ربما هو يريد يعني ما يسمى بالحرب أو الحرق البنى التحتية وحرق البنايات، وبالتالي حتى يستطيع ربما يسمى يعني مشروع جديد لغزة بعملية تهجير غزة، و
وقد يكون هذا ضمن مخططات الكيان الصهيوني الجديدة بربط قناة غزة مع يعني إيلات، وهذا ما يسمى لا. بطريق جديد للتجارة، وهذا قد يكون ضمن المخطط الغربي والمخطط الصهيوني الذي أعتقد لن ينجح باعتبار هنالك مقاومة لحد الآن تستطيع مواجهة هذا الكيان. ويعني الآن العمليات البرية لاحظنا هنالك حتى لم يستطع الكيان الصهيوني الولوج أو الدخول إلى داخل غزة، وتكبد يعني في دباباته خسائر كبيرة في الجنود وفي الآليات، وبالتالي أعتقد هذا يعني لن يغير رغم كل ما يدفع به جنوده ويدفع بآلياته والطائرات، ولكن على الأرض هنالك يعني لا زال عنفوان للمقاومة، هنالك تطور نوعي في ردع فصائل المقاومة تجاه هذا الكيان الغاصب. نرحب مرة أخرى برئيس مؤسسة الأجيال للثقافة والإعلام السيد عبد الرحمن أو السيد منهل عبد الأمير المرشدي، ينضم لنا عبر سكايب من بروكسل. أهلا بك سيد منهل مرة أخرى. وبالنسبة لإسرائيل، لماذا تتجاهل القوانين الدولية؟ أم أنها خلاص أصبحت يعني حاصلة على الضوء الأخضر من المجتمع الدولي والغربي خصوصا للإغال بالدم الفلسطيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم والضيف العزيز ولمشاهدي القناة الكرام، وشكرا للاستضافة. بداية الحديث عن مأساة غزة أو معجزة غزة أو طوفان الأقصى أو ما يجري اليوم، هو حديث يتجاوز في مفرداته مساحة البلاغة اللغوية. يعني أنا أرى حتى الشعراء والكتاب الذين يريدون أن ينصفوا هذه الملحمة الكبرى، لا أعتقد أنهم يرتقوا مهما كان المستوى الثقافي والمعرفي لهم لماهية مفردات هذه الملحمة. ما يحصل اليوم أخي العزيز ليست مواجهة كيان إسرائيل مع كما يصورها هم مع منظمة حماس أو مع فصائل المقاومة، وإنما علينا أن نتحدث عن حقائق وعن الواقع الموجود. فعلا هناك مواجهة كونية لمحور الباطل كله ضد محور الحق كله. أنا أعتقد شاء من شاء وأبى من أبى لا يستطيع أيا كان أن ينكر أن هناك محورين، محور أمريكا والناتو والدول الغرب والأنظمة العميلة المطبعة، الأنظمة العربية المطبعة والأنظمة الضعيفة، والعملاء والمؤدلجين للغرب وأذناب السفارات، والمحور الثاني يتمثل بمحور المقاومة الفلسطينية والمقاومة وفصائل المقاومة بقيادة داعم المقاومة الأول الذي هو الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه حقيقة قد تغضب البعض أو قد لا يرضى بها البعض، لكنها الواقع. ولذلك أعتقد أن المعركة اليوم أخي العزيز لا يمكن أن يكون بها مسألة إرضاء أو تراضي أو مسألة شيء من ما يسمى بالوسطية بالصلح. اليوم هناك معادلة في الميزان، النصر أو الهزيمة. لا سامح الله إذا استطاع الكيان الصهيوني وجحافل الغرب الطاغية وأمريكا هزيمة حماس والقضاء على المقاومة في غزة، فتلك وأقولها بألم تعني ضياع فرصة المقاومة الإسلامية بكل محاورها في إثبات حقيقة الثوابت العقائدية التي نؤمن بها والتي وقفنا على أساسها خلفاً لفصائل المقاومة، دعماً لفصائل المقاومة. وإذا ما انتصرت المقاومة، وإن شاء الله بوادر النصر تلوح منذ 7 من تشرين وحتى الآن، رغم كل المآسي، رغم كل التضحيات الكبيرة، رغم المجازر الوحشية التي يرتكبها الهمج الرعاع الصهاينة الجبناء بآلة أمريكية وبدعم غربي مباشر وبصمت عربي مذل خانع ذليل لأنظمة التطبيع وأنظمة الخيانة وأنظمة العمالة، أنا أعتقد أن النصر سوف يكون مرحلة جديدة في هذا الزمن. طيب سيد منهل، سيد منهل إذا تسمح لي، بالنسبة لمحور المقاومة حاليا بكل ساحاته وأطرافه، هل الفرصة اليوم آتية من أجل تقديم المساعدة من محور المقاومة للفلسطينيين؟ هذا الدعم، هذه المساعدة إلى أي درجة ممكن أن تصل؟
أخي العزيز، لا نقول هل هي مواتية، يعني المساعدة قائمة ودائمة، وهي ونراها بفعل مباشر، لكن إلى أي مستوى يمكن أن تصل سيد منهل؟ ولكن هناك حقائق تفرض نفسها على الواقع الميداني. نعم. المقاومة في لبنان محاطة بزمر من العملاء، بأنظمة مختلفة، بأحزاب مختلفة، هناك من يطبل انكم ستدمرون الدوله اللبنانيه. لهذا السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله، يعني نتصور انه اعلن انه سيلقي كلمه يوم الجمعه، العالم كله اليوم ينتظر ماذا سيقول، الاعداء والاصدقاء والكيان والمطبعين والموالين كلهم بانتظار، لان القرار المقاومه قرار لم يعد قرارا فرديا يعود عليها. وكذلك الحال في سوريا، فصائل المقاومة، وكذلك الحال في العراق. أنت تعرف الوضع السياسي في العراق. مع كل احترامي وإجلالي للموقف الكبير الذي أعلنه السيد رئيس الوزراء في مؤتمر القاهرة، والذي يدل على وعي كامل بالمرحلة وعلى موقف مؤيد، إلا أن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يلقي خطاب مثلا ويهدد بقطع النفط عن الدول الغربية أو الدول الداعمة للعدوان، لأننا نعرف الأبواق التي ستنطلق والاقتصاد العراقي. ما رأيك مثلا، وتحمل صراحتي ويتحملها الجميع، نعم في زيارة لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان متزامنة قبل يومين أو ثلاثة من العدوان أو مع العدوان إلى باريس وإلى ألمانيا وإلى إيطاليا؟ يعني ما رأيك بهذه الدول وهذه الرسائل وهذا التواصل؟ ما رأيك بالمواقف المشينة التي رأيناها من بعض الأطراف السياسية، سواء كان في العراق أو في لبنان أو في مصر أو في أماكن أخرى؟ ما رأيك بالموقف المذل الخانع لرئيس مصر، رئيس النظام السيسي، الذي بإمكانه بكلمة واحدة أن يهدد بإيقاف اتفاقية إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ولإعادة الجيش المصري الوقوف على الحدود بكلمة فقط بدون فعل؟ لكن يا أخي العزيز، هناك حالة من الجبن على الجبناء تطغى على الأفواه وعلى العقول، هناك حالة من الطوبائية، هؤلاء كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لذلك علينا أن نكون واقعيين، محور المقاومة موجود وهو اليوم ده يتخذ منحى تصعيدي. لبنان والمقاومة في لبنان طيب. شغلت أكثر من نصف الجيش الصهيوني وداعميه في منطقة الجنوب اللبناني في الشمال فلسطين المحتلة، واليوم صواريخ أنصار الله من صنعاء تنطلق لتدك الأهداف في داخل هذه النقطة. هذا الدعم تحديدا سيد منهل، بحسب الإعلام العبري أكد أنه تعرض لقصف بمسيرات من اليمن. طيب الحوثيين يقدرون يقصفون اليمن ويقدمون المساعدة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بينما دول معقولة دول ملوك رؤساء وجيوش كبيرة نظامية تعجز عن المساعدة ولو بموقف. أخي العزيز، أنا أعرف جنابك الكريم وأنك إعلامي ومهني، أعتب عليك لأن تسمي تلك الدول بدول. الدولة تعني سيادة، الدولة تعني رئيس منتخب، الدولة تعني قانون، تعني كبرياء، تعني مفاهيم عليا لحفظ الدولة. هؤلاء ليست دول، هؤلاء أنظمة وظيفية، أنظمة وجدوا هنا ليخدموا أجندة الغرب والكيان الصهيوني. هناك جملة من العوامل تدع محمد بن سلمان أن يقيم حفل لكأس العالم للفضائيات وما أعرف يسموه، وبمنتهى الشباب والتعري وكذا واحتفالات أخرى. هناك وصلت الجسارة بالسيسي أن يقترح على رئيس وزراء ألمانيا عندما زارته أن يرحل الفلسطينيين إلى النقب لحين ما يقضي على حماس في غزة. تصور أي حقارة، أي جبن. أنا أعتب على الشعب المصري، أعتب على الشعب الأردني الذي لا تكفي المظاهرات، رغم احترامي للمشاعر العربية الأصيلة لدى الشعب الأردني والشعب الفلسطيني في عمان، لكن لا يكفي هذا. أنتم على تماس مباشر مع الحدود مع فلسطين المحتلة، عليكم أن تتخذوا الإجراء الصحيح باقتحام الحدود. الشعب المصري أخي العزيز مليون وعشرة مليون نسمة بإمكانهم مشي على الأقدام، يدخلوا غزة ويهزموا هؤلاء الأذلاء الجبناء لا. اليهود طيب. الأنجاس الذي
الذي مشاهد الدمار في عنده. يعني تصور أخي العزيز أي مأساة وأنت ترى أطفال تكتب عليهم أسمائهم قبل أن يستشهدوا، أي مأساة وأنت ترى الأب يحمل ابنا ميتا وابنا مذبوحا وابنا. ولذلك أعتقد أخي العزيز نحن الآن أمام ملحمة كبيرة، ملحمة لا تقتصر في تداعياتها على دول المنطقة، ملحمة سيكون وزنها مؤثرا على مستوى الكرة الأرضية جميعا. ولهذا أكرر وأقول لا يوجد هناك حلا وسط. اليوم الكيان الصهيوني أثر الهزيمة الذي يعاني منها وأثر النكبة التي ألحقتها به فصائل المقاومة الفلسطينية لا تسمح له بالنزول إلى أرض الواقع والاعتراف بالهزيمة وأن يرضى بتسوية. تصور أنه تنازل عن كل أسراه، تنازل عن المختطفين، تنازل عن 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 قواته المؤثرة دا قوات حماس. لكن أكو ضغط داخلي على حكومة نتنياهو بهذا الملف. أعود لك إلى هاي النقطة سيد منهل، بس اسمح لي أعطي وقت أيضا إلى سيد رياض. اليوم أكو أساليب أخرى، المواقف على الأقل، مو تقديم مساعدة عسكرية مثلا أو غيرها، على الأقل موقف مثل ما دعا الشيخ همام حمودي، دعا المنطقة العربية لتنفيذ هذا أمر مقدور عليه، تنفيذ استراتيجية النفط مقابل حماية غزة. لكن سيد رياض، لأي درجة يشكل هذه السياسة أو هذه الاستراتيجية رادعا للغرب ودعما للكيان الصهيوني؟ بالتأكيد هذه نقطة جدا مهمة، وخاصة سماحة الشيخ همام حمودي دعا عليها. حقيقة نحن ذكرناها أيضا في وسائل الإعلام، النفط عامل جدا مهم، خاصة الآن هنالك أزمة طاقة، خاصة هنالك حرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها، ولاحظنا أن هنالك أيضا تأثر بالطاقة في أوروبا وحتى بعض الدول الأخرى. إذن هذا المحور إذا استغل من قبل الدول العربية، تعرف أن أكثر إمدادات النفط تأتي من الدول العربية، لو كان هنالك موقف موحد، لو كانت هنالك رؤية موحدة لدى الدول العربية، مجرد التهديد بهذا العنصر المهم لكان هنالك تغيير حقيقي في المواقف الغربية، لكان هنالك ردع للكيان الصهيوني. ولكن لاحظنا ربما هذه الأنظمة أغلبها أنظمة عميلة لا تشكل حقيقة أي ثقل للقضية الفلسطينية، ولا تعني لها القضية الفلسطينية أي شيء. لاحظنا حتى إعلامهم، يعني إعلام هذه الدول المطبعة والتي تتماشى وتتماهى مع المحور الصهيوني الأمريكي بالمنطقة، لاحظنا كيف يوصف الشهداء الفلسطينيين بالقتلى. يعني انتبه إلى كثير من القنوات العربية واطلع على ما يعني كأنهم يتحدثون كأنهم يعني بعيدين عن المنطقة، كأن لا تعني لهم قضية فلسطين شيء، كأنها ليست قضيتنا وليست همنا الأول، وليس أنه هذا الكيان الصهيوني هو يشكل حقيقة خطر على كل الأمة وليس فلسطين فقط، ولكن لا حياة لمن تنادي حقيقة. يعني هذه الأنظمة لو كان استغل هذا المبدأ لكان هنالك تغير نوعي، وربما تم ردع الكيان الصهيوني منذ بداية هذه الحرب أو منذ بداية هذه العملية. ولكن لاحظنا أنه أغلب هذه الدول لا تنادي بهذا الشيء ولم تطلق أي تهديد اتجاه الكيان الصهيوني، مجرد ينددون كأنهم دول يعني مثل الدول الأخرى الغريبة والبعيدة عن المنطقة. وبالتالي أعتقد هذا ربما قد يكون له عامل سلبي حقيقة، وهذا الذي يجعل الكيان الصهيوني يتمادى بجرائمه، باعتبار أن الكثير من هذه الأنظمة هي أنظمة يعني ربما تمثل المصالح الصهيونية الأمريكية بالمنطقة. يعني مثلا خذ مثال السيسي، وكيف ذكر ضيفك نعم كيف أنه لم يحرك ولم يعطي أي شيء ولم يساند القضية الفلسطينية، ولم حتى يساند ب يعني دعم يعني لوجستي مثلا أو دعم مواد غذائية إلى غزة أو محاولة دخول هذه المواد. يعني لم يعطي أي تبرير لهذه الأفعال الخانعة الخاضعة للكيان الصهيوني ولأمريكا. وبالتالي أعتقد هنالك يجب أن يكون الردع لهذا الكيان هو محور المقاومة، لذلك أعتقد التعويل سوف يكون على محور المقاومة ككل، سواء في إيران أو في العراق فصائل المقاومة أو في سوريا أو في لبنان وحتى أنصار الله في اليمن. أعتقد هذه القوة مجتمعة سوف يكون لها التأثير وتغيير مسار الأحداث. لا شك اليوم دخلت على الخط يعني حركة أنصار الله، وبالتالي أعتقد سوف يكون لها
تداعيات كبيرة على هذا الكيان وعلى ردع هذا الكيان. هنالك أيضا تحركات ومناوشات بين حزب الله في لبنان وبين هذا الكيان، وبالتالي الكيان قام حتى بإخلاء المستوطنات الشمالية مثل ما قام بإخلاء المستوطنات الجنوبية. وأعتقد هذا يمثل أن هنالك تخوف كبير وهنالك رهبة كبيرة من قبل الكيان اتجاه هذه، يعني من قبل الفصائل أقصد اتجاه هذا الكيان، وبالتالي أعتقد هذا كله سوف يكون له رادع حقيقة. أما التعويل على النفط فلا أعتقد سوف يكون له تأثير، باعتبار هذه الأنظمة هي الآن لحد الآن لم تمثل، يعني لم تعطي موقف حقيقي مساند للقضية الفلسطينية أن يكون تطبيق عملي له، مجرد فقط تنديد بالغارات وهكذا، وهذا لا ينفع للقضية الفلسطينية بقدر ما يكون هنالك موقف المفروض موحد أن تجتمع الجامعة العربية. إذا لم تجتمع أو لم أن تكون هنالك قمة عربية، إذا ما الداعي لهذه الجامعة العربية وما الداعي لهؤلاء الرؤساء؟ كانت هناك قمة قبل أيام. نعم. وهي هذه أصلا القمة عقدت تحت عنوان السلام. طيب يعني حالة الحرب مو المفروض أنه يكون سقف الخطاب مرتفع جدا وحاد في هكذا ظروف وهكذا التوقيت بعمليات عسكرية وغيرها؟ شلون أجي أنا أرفع بمجرد قمة رد فعل على عدوان على إحدى الدول العربية، أنا جاي رفع الراية البيضاء وبين قوسين السلام سيد رياض؟ يعني أعتقد هذه القمة لاحظنا يعني حتى خطاباتهم خطابات خجولة مهادنة، لم ترتقي إلى مستوى الحديث، لم ترتقي إلى مستوى الإجرام الصهيوني اتجاه غزة، يعني باستثناء ربما كلمة السيد السوداني في القمة كانت يعني كلمة مسؤولة اتجاه القضية الفلسطينية، لكن بقية الرؤساء العرب والحكام العرب لم ترتقي ولم يكن هنالك بيان ختامي لهذه القمة. يعني المفارقة العجيبة، وهذا أعتقد يعني ربما أعطى الضوء الأخضر لهذا الكيان الصهيوني في التمادي في جرائمه. هنالك أيضا استدعاء كان لرؤساء أوروبيين وفي هذه القمة، وبالتالي هذا ربما ضعف الموقف العربي، لم يكن أداء الموقف العربي كبير بالضغط على هذه الدول الأوروبية، كان بالعكس هنالك ضغط أوروبي على الرؤساء والحكام العرب، وبالتالي أفقدت معنى وجود هذه القمة. بالعكس ربما كثير من المقراقبين أشار أن هذه القمة كانت مساندة للكيان الصهيوني أكثر ما هي مساندة للقضية الفلسطينية أو حق يعني وقف إطلاق النار مثلا في غزة، يعني لم يكن أداء هذه القمة. وأعتقد حتى لو عقدت قمة لحكام العرب أو رؤساء العرب لم يكن لن تخرج أو مقررات القمة على دعم القضية الفلسطينية، على دعم الحق الفلسطيني، على التلويح باستخدام النفط واستخدام وسائل أخرى يمكن الضغط عليها من قبل الدول العربية. لا أعتقد الموقف، الأغلب هذه الدول المطبعة موقف ضعيف جدا باستثناء بعض الدول العربية، ولكن الأشمل الأعم أنها أنها يعني ربما مهادنة متماهية مع الكيان الصهيوني. طيب، لن تحقق ما يصبو له الشعب الفلسطيني، خاصة الآن يعاني تحت القصف. طيب. وتحت الجوع والحرمان وحتى عدم وجود الماء الصالح للشرب في غزة، ولكن لم يحركوا ولن يحركوا ساكن هؤلاء الحكام العرب. أرجع لك سيد منهل، ليش جددت إسرائيل عملياتها البرية؟ وهي ما اتعظت من تجربة سابقة قبل 3 أيام عملية برية أيضا انتهت بهزيمة وانسحاب مدوي. أخي العزيز، هناك مقولة جميلة ومعبرة يقول المفلس في القافلة أمين. نتنياهو مفلس تماما في هذه المعركة، هو يعرف أنه نهاية المعركة تعني نهاية آخر يوم له على سدة الحكم وتقديمه للمحاكمة، باعتبار فضلا عن تهم الفساد المناط به والمتهم بها والمدان بها سابقا، هناك تهمة الهزيمة الكبرى والنكبة الكبرى التي لحقت في الكيان يوم 97. لهذا لم يعد هناك أي خيار أمام نتنياهو غير أن يمضي قدما لكي يشفي غليله بالانتقام من الدماء الفلسطينية والأطفال وهذه المجازر الكبيرة. أنا الذي يؤلمني أخي العزيز، يعني حتى مضى علي يومين وأنا أقرأ على سبيل المثال هذا كتاب الإنجيل. كتاب الإنجيل أكثر الصحاح يؤكد على وصايا السيد المسيح وعلى الحواري بمحبة الطفولة كرمز للسلام، وعلى منع إراقة الدماء حبا بالسلام، وعلى المضي أساسا انطلاقا من السلام وإلى السلام.
أنا أسأل أين صوت البابا؟ أين صوت الفاتيكان؟ أين وهذه الكنائس أيضا بدأت تدمر في فلسطين، حتى الكنائس ضربت دمرت. أين صوت، وللأسف أرجو أن لا ينحى كلامي منحى طائفي. طبعا واحدة من إيجابيات هذه الملحمة أنها وحدت الجماهير العربية والإسلامية سنة وشيعة ضد العدوان، ولكن أتحدث عن مشايخ أهل السنة الذي صدعوا رؤوسنا بالجهاد في العراق وفي سوريا، وأهل جهاد النكاح، والذين كانوا يتبادرون ويتسابقون على تناول الغذاء مع الرسول في تفجير أنفسهم، 5000 انتحاري سعودي، أين يعني فجروا أنفسهم في بغداد؟ أين هي تلك الأصوات؟ أين صوت الطيب يعني للأزهر الذي وصف الشعب العراقي بحركات إرهابية والحشد بالميليشيات؟ أنا لا أريد أن أستفز أحد، لكننا يعني أمام حقيقة مؤلمة. غزة تذبح، غزة تحترق، غزة تموت. أيها الضمير الإنساني النائم، أيها الضمير العربي النائم، أيها الضمير الإسلامي الغافل، يعني تصور الكل يعير المقاومة ويعير إيران، أين أنتم؟ طب أين جيوشكم؟ أين فتاويكم؟ أين علمائكم؟ أين تلك المنابر التي نصبت شهور في الصحراء تنادي بالتكبير والتكبير والتكبير؟ وأرجع وأقول مع كل احترامي للشعوب العربية والإسلامية سنة وشيعة، لكني أتحدث عن رؤوس القرار في المؤسسات الدينية وفي المؤسسات الرسمية، خذلان وفضيحة وعار سيلحق بهم إلى يوم الدين. طيب جانب. طيب سيد منهل، إذا تسمح لي أقاطعك، لو كان الإخوان المسلمين هم من يحكمون مصر حاليا، وباقي محمد مرسي والإخوان هم على سدة الحكم في الجمهورية المصرية، هل تتوقع أن يكون موقف مصر من الهجوم على غزة مختلف؟ أخي الفاضل، سؤالك هو سؤال افتراضي. نعم. وللأسف الشديد لابد أن يكون الجواب افتراضي. نعم. باعتبار أنه محمد مرسي رغم أنه جاء فازا في الانتخابات الديمقراطية، وأن السيسي جاء محض انقلاب لا أكثر، لكن أيضا رأينا كيف هناك نفس طائفي مقيت لدى الإخوان المسلمين أيام حكم محمد مرسي، ورأينا مأساة الشهيد الشيخ سماحة الشيخ حسن إشحاتة. هاي موقف طائفي كان من الشيعة، لكن ماذا عن القضية المصرية؟ نعم، لذلك أعتقد إن رجل الدين إذا ما استلم السلطة، باستثناء الحقيقة التي موجودة في إيران، خلينا نكون واقعيين، قد يقول البعض التذنب، أنت تابع، أنت غير، أنت موالي، لكن إخوان هي هاي الحقيقة. رجال الدين إذا استلموا السلطة صاروا موظفين، ابتعدوا عن دين الله، صاروا يراعون مسألة الكرسي. ولذلك أعتقد أن الحقيقة المؤلمة أن هناك ردة فعل قوية لدى الشباب المسلم الآن بشكل عام، ليس العرب فقط، في كل العالم. طيب أين التعاليم الإسلام؟ أين القرآن الكريم؟ أين الآيات؟ أين واعتصموا بحبل الله؟ أين وقاتلوهم؟ أين لا توالوا الكفار؟ أين تلك الآيات الكريمة؟ لذلك نحن اليوم في مرحلة خطيرة جدا، ونحمد الله ونشكره على حقيقة مهمة جدا، أن هناك شرفاء الآن، يعني تصور الشعب العربي المسلم السني في غالبيته، اضرب تل أبيب يا نصر الله يا حبيب، على سبيل المثال، وهي في الجزائر وفي فلسطين وفي مصر وفي تونس. هذا يدل على أن الجماهير العربية الآن بفضل هذه الملحمة خرجوا من صومعة الطائفية البقيتة. نتمنى وندعو ونبتهل إلى الله عز وجل أن تتم هذه المعركة بالنصر المؤزر، لكي تكون قادرة على انقلاب فكري وعقائدي على مستوى الساحة الإسلامية وعلى مستوى الساحة العربية. هناك جانب آخر أخي العزيز، للأسف الشديد أنا أسجل موقف تساؤل وموقف استغراب من موقف روسيا وموقف الصين، مع احترامنا للفيتو الروسي، لكن ألا يعترف السيد بوتين أن العرب
بعدهم وعديدهم اصطفوا معه في حربه مع أوكرانيا. مو كل العرب سيد منهل، انت ليش تعتب على روسيا والصين؟ ليش ما نعتب دول عربية عندها جيوش محيطة بالكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة، ما نعتب عليها، نعتب على روسيا الصين إيران. خليني أيضا أذهب إلى اليمن، ينضم مباشرة عبر الهاتف السيد عبد الرحمن الهنومي الكاتب والصحفي. أهلا بكم سيد عبد الرحمن، وأود أن نتكلم عن الدور الأمريكي. تجدون أن أمريكا بحسب المعطيات والمؤشرات فعلا هي من تحاول حث إسرائيل أو تورط إسرائيل في هذه العمليات، وخصوصا قضية الاقتحام البري ومحاولة توسعة هذه المواجهة؟ نعم نعم سيد عبد الرحمن، تسمعني؟ نعم 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 دستور الثورة الأمريكي هو منذ البداية، نعم. يعني كان واضح أن الأمريكي حينما هرع بايدن ومسؤولي البيت الأبيض إلى تل أبيب، وكانوا بشكل واضح يعني قدموا الدعم العسكري واللوجستي، وربما هناك مشاركة ميدانية أيضا في الحرب العدوانية. ما حدث في قطاع غزة من إجرام وحشي هو برسم الإدارة الأمريكية، وهو أيضا يعني بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية بشكل أساسي. ما يرتكبه الصهاينة هو بدعم الإدارة الأمريكية. الأمريكي أتاح للكيان الصهيوني ولإدارة العصابات الصهيونية كل شيء في غزة، وكان واضح من خلال خطابة بايدن في اللحظات الأولى يوم 10 أكتوبر وما بعدها أيضا، وخلال زيارته إلى تل أبيب، وأيضا هرول في مسؤولي البيت الأبيض إلى هناك. وبالتالي هذه الحرب التي يعني نتابعها على قطاع غزة وما فيها من إجرام وحشية هي تكشف الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية. الدعم والمساندة أيضا الأمريكية اليوم فيما يحدث من محاولة توغل البري في قطاع غزة يأتي أيضا بدفع ودعم من الإدارة الأمريكية كذلك، وربما هناك مشاركة في إدارة هذه العمليات. لكن بأي حال حتى لو كانت أمريكا بكل ما تملكه من قوة في هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة، فإنها لن تحقق شيئا. الله سبحانه وتعالى يعني مع المجاهدين في غزة ومع هذا الشعب المستضعف والمظلوم. طيب، وليست قوة أمريكا أكبر من قوة الله. طيب، لكن سيد عبد الرحمن، يبدو أن الصهاينة حتى الآن غير قادرين على خوض هذا القتال البري وقتال الشوارع بمواجهة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وحركة الجهاد كذلك لامتلاكهم أنفاق تحت غزة، وإضافة إلى العقيدة القتالية. لكن نقدر نتوقع أن يكون هناك دور أمريكي عسكري بهذا القتال البري في حال فشل الكيان بالاقتحام البري بشكل كامل؟ هذا ذكرت بأن الدور الأمريكي موجود من اللحظة الأولى لهذه الحرب وحتى في الجرائم. في مسألة العمليات أو يسمونها بالعمليات البرية، أنا أعتقد بأنه حتى هناك دور أمريكي، وهو بالتأكيد هناك دور أمريكي في إدارة هذه العمليات. هناك معلومات تقول بأن تمت يعني هناك من الضباط و يعني الجنود الأمريكيين في تل أبيب و يشاركون أو يديرون هذه المعركة، لكن باعتقادي أن هذه المعركة ونتائجها محسومة، سواء كانت غزو بري أو يعني محاولة توغل والسيطرة على بعض المناطق، نتيجتها محسومة. المقاومة بعون الله وتوفيق الله يعني ستفشل وتسقط وتهزم هذا العدو المحتشد اليوم. وفي نفس الوقت أيضا يعني نحن نعرف هشاشة وضعف العدو الصهيوني والذعر الذي يعني يتعرض له جيشه وقطعانه الذين يعزجهم إلى هذه المحارب. في هذه المعركة ستنبثق المقاومة بكل تأكيد، وسيخسر العدو الصهيوني وداعميه ورعاته الإدارة وغيرها. طيب. طيب سيد عبد الرحمن، أكو استعدادات مكثفة في اليمن بحسب بعض المصادر ومعلومات، أن هناك تدريبات ميدانية واستعدادات في اليمن وصلت يمكن لثلاثة عمليات تم تنفيذها على الأراضي المحتلة، لكن لأي درجة مرشحة أن تدخلون
في اليمن بشكل مباشر على خط المواجهة؟ القوات المسلحة اليمنية اليوم أعلنت رسمياً دخولها على خط المعركة عبر العمليات التي نفذتها، ثلاث عمليات خلال الأيام الماضية، واليوم كان آخر عملية من الثلاث، وأكدت من مواصلتها في تنفيذ عمليات أوسع خلال الأيام أو الساعات المقبلة. وهذا واجب، وهو واجب، واجب علينا جميعا أن نقوم إلى جانب هؤلاء المظلومين وأن نساند وننصر هذه يعني هؤلاء المجاهدين في قطاع غزة. هو واجب إنساني، وهو واجب أيضا إيمان تفرضه علينا المسؤولية الدينية الإسلامية الإيمانية أن نكون إلى جانبهم وأن نعمل بما هو مستطاع أن نكون إلى جانبهم، سواء كان بضربات صاروخية والطيران المسير وغيرها. نعم. وبالفعل هناك أيضا تعبئة شعبية تشهدها اليمن منذ بداية طوفان الأقصى، هناك تدريبات عسكرية، هناك أيضا تسجيل في قوام المتطوعين المبادرين. وقد أشار قائد الثورة حفظه الله في خطاب له يعني لتوضيح بعض المواضيع حولية الأحداث، قال بأن لو أتيحت الفرصة ولو كانت الجغرافيا قريبة لتدفق مئات الآلاف من المقاتلين وربما الملايين سيذهبون من اليمن إلى لنصرة يعني الشعب الفلسطيني وخوض هذه المعركة الأصيلة والحاسمة. وبالتالي هذه التدريبات هي أولا تعكس الموقف اليمني، وهي أيضا استعداد لهذا الدور. ولن يتوقف الشعب اليمني، لن يتوانى كما كل الشعوب العربية واضح عن يعني عن الجهاد في مواجهة هذا العدو واضح المنتشر اليوم على قطاع غزة. الشكر الجزيل لكم الكاتب والصحفي السيد عبد الرحمن النومي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب أو عبر الهاتف من اليمن. شكرا لك سيد عبد الرحمن. أعود لك سيد رياض، كما تابعتم دخول اليمن على خط المواجهة والضغط على الكيان في هذه المعركة جنوب لبنان، كذلك حتى في العراق تم استهداف بعض القواعد الأمريكية، وحتى قاعدة في سوريا تم استهدافها من قبل المقاومة العراقية. هذا الضغط من عدة محاور، من قبل محور المقاومة وتوحيد ساحات المقاومة، إلى أي درجة ممكن أن يربك الكيان الصهيوني؟ بالتأكيد هذا يعتبر عنصر جدا مهم، يعني وحدة الساحات لا شك أنه أنصار الله في اليمن كان له موقف وسجل بعملية الصواريخ المجنحة، وبالتالي هذا أربك العدو الصهيوني. هذا يعني تعتبر نقطة جدا مفصلية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية داخلة بكل قوتها مع هذا الكيان الصهيوني حتى في العملية البرية. أنتم أشرتم للعملية البرية، أعتقد العملية البرية وحرب الشوارع هنالك مستشارين وخبراء أمريكان مع الكيان الصهيوني في محاولة اقتحام غزة أو تحقيق نصر وهمي، ولا حقيقة لن يستطيع هذا العدو الصهيوني تحقيق هذا النصر. الآن وسائل الردع تعددت، أنتم ذكرتم أيضا فصائل المقاومة بالعراق، ربما أشارت حتى الولايات المتحدة الأمريكية أن عدد الضربات التي ربما وصلت إلى 23 ضربة يعني ربما مختلفة من فصائل المقاومة سواء في العراق أو في سوريا، وهذا بالتأكيد عنصر ضغط قوي جدا على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أيضا هي مساندة لهذا الكيان مع ارتكابه كل هذه الجرائم. يعني محاولة تغيير المعادلة أو تغيير الظروف، هو الآن لاحظنا هنالك هزيمة أو فشل حقيقي في مخططات الكيان الصهيوني، وهذا أيضا يضاف إلى فشل نتنياهو. يعني ربما نتنياهو في ائتلاف المتطرف لم يحقق، وهنالك اعتراضات حتى داخل الكيان على نهج نتنياهو باعتبار أن عملية 17 كانت عملية مباغتة وكبيرة، وبالتالي يحاول من خلال هذه العملية البرية التي مع كل ثقل الجيش الصهيوني اقتحام غزة، ولكن لن يستطيع. وأعتقد ربما الآن وسائل الردع التي انطلقت من أنصار الله في اليمن، خاصة هنالك ضرب لإيلات وحتى لتل أبيب، أعتقد هذا ربما سوف يشكل محور ضغط كبير. الآن ربما هنالك حتى مفاوضات، قد تكون هنالك قطر حسب ما علمنا بموضوع تبادل الأسرى، هنالك يمتلك الحركة. أرجع لك إلى تبادل الأسرى، هذا محور أيضا مهم في هذه المواجهة كأوراق ضغط متعددة. لكن نجي اليوم على العملية البرية، اليوم تم استعمال
الأنفاق كاستراتيجية لأول مرة في هذه المعركة البرية. خرجت المقاومة الفلسطينية من إحدى الأنفاق واستهدفت فرقة عسكرية إسرائيلية، تمكنت من مواجهتهم وقتل 8 عسكريين إسرائيليين. طيب، شلون راح تقدر تخدم هاي الأنفاق استراتيجية هذه المواجهة واستراتيجية حماس؟ إلى أي درجة تخشى إسرائيل هذه الأنفاق؟ طبعا هذه الأنفاق ليست سهلة، وربما هذه الخرائط المعقدة لا تمتلكها إسرائيل، ولا تعرف أين تقع هذه الأنفاق. رغم كل التكنولوجيا التي تمتلكها إسرائيل أو الكيان الصهيوني، لاحظنا أن هذه الأنفاق هي ربما تعتبر عنصر مهم جدا في المعركة البرية. هذه ورقة ضغط تمتلكها حماس، وأعتقد سوف تتكبد أو يتكبد هذا الكيان الصهيوني أو جيشه خسائر كبيرة، باعتبار أنه هذه الأنفاق هي ربما فيها نقاط وصل ونقاط انتهاء، وبالتالي نقاط إظهار على العدو التي ربما يباغته. يعني ربما يعني فرقة أو مثلا مجموعة عسكرية مع دبابات سوف يمكن أن يظهر لهم فجأة عنصر من الفصائل، ويمكن أن يضرب الدبابات ويفاجئهم، وهذا أعتقد عنصر المفاجأة لم يكن في حسبان الكيان الصهيوني، ولا يستطيع حتى رغم كل خططه ورغم كل وجود الأقمار الصناعية التي موظفة لهذا الكيان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لن يستطيع حسم المعركة. المعركة في الشوارع أو في داخل غزة سوف تكون طويلة ولن تخدم الكيان الصهيوني، وسوف يتكبد هذا الكيان الصهيوني. هنالك انهيار حقيقة حتى في جيش الكيان، رغم كل الدعايات التي يبثها هذا الكيان من خلال وسائل الإعلام ومحاولة الضرب، وحتى يهدد بالقنابل الزلزالية وغيرها، ومحاولة النيل من فصائل المقاومة، ولكن هنالك إصرار كبير، وهذه الأنفاق التي ربما سوف تخدم الفصائل في ضرب الأرتال الجيش الصهيوني. طيب، وبالتالي تكبيده. طيب، خسائر فشل. إذن فشل عسكري واضح للكيان الصهيوني سيد رياض. مقابل هذا الفشل لجيش الاحتلال، راح يدخل الكيان مجبر لصفقة تبادل الأسرى؟ أعتقد ذلك. هنالك أيضا، أنا مثل ما ذكرت، ربما هنالك قطر دخلت على الوساطة بين حركة حماس وبين الكيان الصهيوني. هنالك جنرالات موجودين الآن محتجزين لحركة حماس، وربما هؤلاء سوف يكونون ورقة ضغط كبيرة. الآن هنالك مفاوضات ربما سرية بين الكيان الصهيوني وقطر من أجل إطلاق هؤلاء الجنرالات المهمين لدى الكيان. يعني هنالك رتب كبيرة تمتلكها حماس، وبالتالي أعتقد هذه سوف تكون ورقة ضغط كبيرة، ليس فقط لتبادل الأسرى، وإنما أيضا لإيقاف الحرب، وبالتالي سوف يكون النصر لصالح حركة حماس ولصالح فصائل المقاومة، وسوف يكون الخزي والعار لهذا الكيان الذي هنالك مثل ما ذكرنا أوراق ضغط كبيرة عليه حتى داخل الكيان، باعتبار هذا الفشل كله الآن هو في عاتق أو في تحت نتنياهو، باعتبار هو من أوصلهم إلى هذه النتيجة وهذا الدمار. حتى الآن نلاحظ هنالك ضرب صواريخ حتى في تل أبيب وفي بقية المناطق، هنالك خسائر يومية تقدر في الاقتصاد حسب ما ذكر وزير الاقتصاد الصهيوني ربما بربع مليار دولار، وهو رقم كبير. يعني رغم تكلفة أيضا الحرب ورغم كل المساعدات التي قدمت الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني، هنالك انهيار اقتصادي بسبب هذه الحرب وكلفة هذه الحرب، وبالتالي أعتقد حرب الاستنزاف لن تقوى عليها. لن يقوى عليها هذا الكيان الصهيوني، سوف يرضى. واضح سيد رياض. عاجلاً أو عاجلاً. خلينا نستثمر الوقت بدقيقة مع سيد منهل. أهلا بك سيد منهل مرة أخرى. أود أن أتحدث عن في سؤال أخير عن دعوة الكيان الصهيوني لدول أوروبا من أجل الضغط على مصر لاستقبال أهالي غزة كنازحين. ممكن أن ترضخ مصر لهكذا ضغوط أوروبية؟ أخي العزيز، يعني فيما يخص موقف النظام المصري، حتى مسألة الإعلان برفض تهجير الفلسطينيين، أنا وجهة نظري الشخصية، أنا أرى ذلك ضمن التكتيك السياسي المناط به. كلهم موظفين، هذه اتفاقيات مسبقة، حتى النظام القطري الذي يتوسط، رئيس جهاز الموساد الصهيوني قبل يومين موجود في الدوحة، كلهم موظفين ونفذون. والسيسي العرض المقدم له 24 مليار دولار وأطفاء الديون،
مقابل فتح الحدود لتهجير الأهالي في غزة إلى سيناء، وحتى المدينة المبنية بحجة إنشاء مجمعات سكنية حاضرة لاحتوائهم ضمن مربعات محدودة. ولذلك أنا أرى أن الذي يقلب المعادلة والذي يقف بوجه المخطط الصهيو أمريكي والمخطط مخطط الناتو ومخطط الغرب الكافر هو الانتصار، ولا شيء غير الانتصار. ولهذا وأنا أقول من خلال قناتكم المقاومة، هذه القناة المقاومة التي أحترم خطابها كثيرا من بين المتميز من بين قنواتنا، أنا أرى أن يوم الجمعة ضحى الجمعة قريب، ضحى الذي سوف يقول فيها الحبيب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمته التي ينتظرها الأعداء والأصدقاء، الكيان والمطبعين والجبناء والمقاومين على حد سواء، الكل ينتظر كلمة الفصل. أقول لذلك الضحى الحبيب أهلا ومرحبا، وأنا على ثقة أن النصر قادم إن شاء الله، النصر قادم بعون الله، ولا يمكن للباطل إلا أن يزهق بضربات الحق، إنه على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. رئيس مؤسسة الأجيال الثقافة والإعلام السيد منهل المرشدي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من بروكسل، شكرا لك، وشكرا جزيلا للمحلل السياسي السيد رياض اللوحيلي، كنت ضيفا شكرا كريما جزيلا. شكرا لكم سيد رياض، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء.